وثائقي للبي بي سي يفجر استياء ملكيا وتهديدات بإنهاء العلاقة. مارادونا بلا قلب، مفاجأة صادمة من طبيب. بطولة نهائي القارة تحبس أنفاس السعوديين والخليجيين. أهلا بكم. من يومين والسوشيال ميديا البريطانية مقلوبة على وثائقي أقل ما يوصف أنه مثير للجدل. فالفيلم الوثائقي The Prince and the Press أو الأميران والصحافة أصبح حديث الساحة البريطانية حتى قبل عرضه، وفي استياء ملكي من الفيلم اللي أنتجته شبكة بي بي سي وقدمه الصحفي والمذيع أمول راجان اللي بالأساس عنده موقف من العائلة الملكية من زمان وسبق ووصف نظامها بالسخيف. عموما الاستياء الملكي صار لأنه أحداث الوثائقي بتدور في إطار درامي خطير، وبيزعم الفيلم وجود حروب إعلامية شرسة بين أفراد من العائلة المالكة وتحديدا بين الأميرين الشقيقين ويليام وهاري، وكيف أنه كل واحد فيهم استغل الإعلام لانتقاد الآخر. الفيلم الوثائقي بيقول أنه سربوا معلومات مغلوطة عن بعضهم البعض لوسائل الإعلام. خلينا نشوف جزء من هذا الوثائقي. So difficult to know for sure what happened between any two individuals, but when you're hearing it distilled through several other people, but I think it is probably right that William was unsure about Meghan when Harry started dating her and was cautioning his brother to take it easy and not jump too fast. And I think that is possibly, you know, a root of the problems between them. But I think it developed into more of an argument over who takes priority. كما شاهدنا الوثائقي يحمل تصريحات من العيار الثقيل، واحيانا واحداها انه الفيلم الوثائقي ضمن لقاء مع محاميه ميغان ميركل زوجه الامير هاري اللي كان لقصتها في قصر باكنغهام ايضا جزء من الفيلم الوثائقي. طبعا مع كل هذه الضجه كان طبيعي انه الاعلان عن الفيلم وفكرته لحالها تفجر غضب، وبالفعل انفتح باب تحالف ثلاثي غير معتاد عبر شكوى قانونية وصفتها الصحف البريطانية بالأولى من نوعها على البي بي سي. الشكوى قدمها أكبر ثلاثة أفراد من العائلة المالكة، هم الملكة إليزابيث وولي العهد الأمير تشارلز ونجله الأكبر الأمير ويليام. وحسب تسريبات أفراد العائلة المالكة هددوا بتصعيد خلافهم مع الشبكة ومقاطعتها إذا استمر البرنامج كما هو مخطط له، ووصفوا المعلومات المدرجة بادعاءات مبالغ فيها. ورغم التهديد بالمقاطعة قامت الشبكة بتجاهل تحذيرات العائلة المالكة وعرضت الجزء الأول منه يوم أمس الاثنين، ولم توافق حتى بإعطاء العائلة المالكة حق الرد أو مشاهدة الحلقات قبل بثها ومشاهدة الملايين إلها. وبالمناسبة بعد عرض الوثائقي سادت موجة استغراب واستنكار على مواقع التواصل والصحف البريطانية، وصار في عدة تساؤلات أهمها أنه الناس مش فاهمة ليش شبكة مملوكة للحكومة بتصر على موقفها وتتخذ موقف اعتبره مراقبون معاند لرغبات الملكة. عموما الجدير ذكروا أنه خوض شبكة بي بي سي في الأمور الخاصة بالعائلة المالكة البريطانية أمر ليس بجديد. تنضم إلينا من لندن الصحفية في جريدة الشرق الأوسط جوسلين إيليا للحديث عن هذا الموضوع. أهلا فيك يا جوسلين وشكرا كثير لمشاركتك معنا. جوسلين، هل هو تطاول ملكي أم هو سبق صحفي؟ هو سبق صحفي بالتأكيد لهيئة الإذاعة البريطانية، وهذه ليست بالمرة الجديدة كما ذكرتي في التقرير الأولي، فهي خطة صحفية للبي بي سي، وهذه المرة كان الرد قويا جدا من قبل الملكة
بحد ذاتها على رأس، فهي يعني على رأس المملكة هنا، وهذه المرة النادرة وليست المرة الأولى، ولكنها مرة نادرة جدا بأن تقوم بتقديم شكوى مع ابنها ولي العهد الأمير تشارلز وابنه الأمير ويليام ضد البي بي سي، لأنها تطاولت هذه المرة على الأميرين. نعم. وأسمت البرنامج الوثائقي بالنيو جينيريشن، وكان الهدف من هذا البرنامج هو الأفراد الأصغر سنا في العائلة المالكة، وبالأخص الأمير ويليام والأمير هاري وميغان ماركل وزوجة الأمير ويليام كيت ميدلتون أيضا. جسلين، هل يحق للعائلة المالكة أن تهدد أو تقاطع وسيلة إعلامية حكومية؟ الأمر هنا ليس بأنه يحق للعائلة المالكة بأن تقاطع، الحق يعود إليها بأن تقاطع من خلال رفض التعامل مع هيئة الإذاعة البريطانية، رفض الظهور، رفض إجراء المقابلات، رفض ربما دعوة الصحفيين العاملين في البي بي سي. هذه هي المقاطعة. ولكن نقطة الملكة أو نقطة الشكوى هذه المرة هي عدم إعطاء العائلة المالكة حق حرية الرد أو المشاركة أو رؤية البرنامج الوثائقي قبل عرضه على شاشة التلفزيون. وهل يحق لوسيلة إعلامية أن تفعل ذلك أيضا، خصوصا أن الأمر حساس جدا ويمس العائلة المالكة وصورتها أمام البريطانيين على الأقل؟ الموقف صعب جدا، خاصة كما نعرف بأن البي بي سي هي مؤسسة حكومية، ولكنها ليست المرة الجديدة أو الأولى التي تقوم بها بالتعامل مع العائلة المالكة مثلما تتعامل معها الصحف أو الصحافة الصفراء. وهذه النقطة تقلب الموازين هنا وتقلب الرأي العام على البي بي سي، لأنها ليست المرة الأولى. فالبي بي سي هي بحاجة لأن تثبت نفسها كوسيلة إعلامية، خاصة مع تواجد التواصل الاجتماعي والتركيز الأكبر على التواصل الاجتماعي من مشاهدة التلفزيون. فالبي بي سي تسعى إلى زيادة عدد المتابعين. طب وماذا عن الأمير هاري يا جسلين؟ أنت يعني الخبر تطرق إلى موقف متحد، تحالف ثلاثي من القصور الملكية الثلاثة، موقف من الأمير تشارلز ابنه ويليام والملكة. نعم. أين الأمير هاري؟ الأمير هاري لن يكون يعني من ضمن تقديم الشكوى الرسمية، لأنه تخلى عن مهامه الرسمية كفرد فعال في العائلة المالكة. بس الوثائق تطرق إذا كان سيرد الأمير هاري سيرد منفصلا، وليس لن تقوم الملكة إليزابيث بضم اسمه إلى الشكوى، لأن الشكوى هي رسمية وهي صادرة من منزل كلارنس وقصر باكنغهام، وهي رسمية جدا، وليس ولا يجوز بأن يقوم الأمير هاري بأن يضم اسمه لاسم الأفراد الثلاثة من العائلة المالكة، وهو قد تخلى برغبته بأن يبتعد عن العائلة المالكة. إذن ماذا نتوقع أن يفعل جسلين الأمير هاري؟ أنا أعتقد بأن كل مشاركات الأمير هاري الحالية مدروسة جدا، وهو تحول الآن إلى علامة تجارية مع زوجته ميغان ماركل بمجرد خروجهما من العائلة المالكة وعيشهما في الولايات المتحدة. فقد يرد الأمير هاري ولكن بطريقته الخاصة، وأعتقد بأن ميغان ماركل سترد معه، لأن وجودها دائما معه، خاصة عندما تكون هناك توجد خبطات إعلامية إذا صح التعبير، ومجال للإعلان عنها، فهي تحب الظهور، ولكنها بنفس الوقت تعتقد بأن الصحافة البريطانية لم تنصفها. طب جسلين، تحدثنا عن هذه المواقف كلها ولم نتحدث عن الوثائق نفسه، لماذا أثار غضب العائلة المالكة؟ هل هناك جزئية حساسة أدت إلى هذا الغضب، أو يعني كأنه طفح الكيل؟
إلى جانب ماذا كانت ردة أفعال الشارع البريطاني؟ عندك دقيقتين. بالفعل العائلة المالكة لقد طفح الكيل معها مع الصحافة، فالصحافة أرادت بأن تخلق قصة جديدة مثل قصة ديانا. فالفرد الذي كان الأكثر يعني إذا صح التعبير بيعاً للصحافة وترويجاً للأخبار في بريطانيا هو الأمير هاري، فهو ديانا الجديدة، فهو الأكثر فرد في العائلة المالكة للإثارة للجدل، فالصحافة تهتم به. فكل هذا، فالمعروف عن العائلة المالكة فهي مصدر مهم جداً للأرباح السياحية في البلد، فهي تجني الأرباح السياحية ومادة دسمة للصحافة، إن كان الصحافة المكتوبة أو الصحافة المرئية، فهذا هو الغرض. أعتقد بأن استياء العائلة المالكة هذه المرة هو بأن الجزء الثاني من البرنامج الوثائقي سيكون مدوياً أكثر من الجزء الأول. الجزء الأول لم يكن إلا شهر عسل إذا صح التعبير، ولكن الجزء الثاني فسيكون له صدى أكبر وسيتطرق إلى أشياء لا تود العائلة المالكة بأن يسمعها الملأ. سؤال أخير جسلين، هل سبق أن توترت العلاقة بين البي بي سي والعائلة المالكة مثلا فيما يعني لما صار الموضوع مع ديانا، لما هم تدخلوا في حياة ديانا، هل وصل حد التوتر بنفس الدرجة؟ سريعا. أعتقد بأن التوتر مستشرس حاليا، وخاصة بأن الأمير ويليام منذ فترة قصيرة جدا قام بنفسه بالتعبير عن استيائه من البي بي سي، خاصة بعدما رشحت المعلومات الحقيقية عن طبيعة المقابلة التي قام بها مارتن بشير في الأعوام السابقة أو قبل سنتين من وفاتها. فهذا الأمر سيكون مثير جدا، ويجب أن نتطلع إلى ما سيحدث عنه، ولكن هذه المرة أعتقد بأنها مرة ستكون قوية جدا، لأن رد العائلة المالكة قوي جدا، وهذه المرة لا تشبه المرات السابقة. هذا صحيح. جسلين إيليا الصحفية من جريدة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة. نسمع كثير عن دكتوراه فخرية، لكن عمري ما سمعت عن بطولة فخرية. مع ترامب كل إشي بيصير. فالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ممكن نقول عنه أو نقول إنه الآن صار رسمياً معلم تاكويندو. فأكاديمية التاكويندو العالمية الكورية الجنوبية منحت ترامب حزام دان الأسود التاسع الفخري، ومن اسمه فهو حزام فخري وتكريمي لا أكثر ولا أقل. وبالمناسبة هذا الحزام الأسود يعتبر أعلى مرتبة ممكن الشخص يصل إلها في التاكويندو، أو بشكل عام أيضا هو أعلى درجة في فنون القتال للدفاع عن النفس. طيب، رئيس هذه الأكاديمية اللي أعطت ترامب الحزام الفخري راح بنفسه وزار ترامب في منزله بمنتجع في بالم بيتش بولاية فلوريدا، ومنحه الحزام الأسود وشهادة فخرية على الجاهز، بعد ما عرف أنه ترامب مهتم بالتاكويندو، وأنه وقتها نشر الصور على السوشيال ميديا وأرفقوها بملاحظة أنه الحزام ما له أي علاقة بأي قضايا سياسيا. عموما حسب ما نقل عن ترامب فهو قال أنه التاكويندو فن قتالي عشان يحمي نفسه في الظروف الغامضة زي كورونا، مش عارفة كيف بصراحة. لكن الطريف هو تعليقه الثاني، فترامب قال أنه رح يلبس الحزام الأسود ويروح فيه للكونغرس إذا تم انتخابه رئيس مرة تانية. والله أنا يخوفي أنه ترامب يكون مبيت نية وناوي ينتقم من نانسي بولوسي. على كل، يبدو أنه هالحزام هو حزام تاكويندو رئاسي. ليش؟ لأنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو كمان عنده نفس الحزام، وبرضه أخده بشكل فخري وحصل عليه في 2013. وقتها ما كان بيمارس هالرياضة، لكن طبعا معروف أنه بوتين بيعشق رياضة الجودو، وإله كمان إنه كمان بيبرع فيها جدا. في قصص العشق والغرام دائما ما نسمع إنه شخص خطف أو سرق قلب شخص تاني، لكن الخطف والسرقة بتكون معنوية يعني مش حقيقية.
زي ما حصل مع قلب الأسطورة مارادونا. صحيح أنه اللاعب الأرجنتيني خطف قلب وعقل جمهوره، بس مش لدرجة أنه قلبه هو اللي ينخطف. نعم هذا ما حصل. أسطورة كرة القدم اللي توفى قبل سنة مدفون بلا قلب بحسب مفاجأة صادمة وتفاصيل كشف عنها الطبيب والصحفي نيلسون كاسترو، وأخذها من سجلات النجم الأرجنتيني بعد وفاته. الطبيب اللي عمل كتاب اسمه صحة مارادونا قصة حقيقية اللي شايفينه أمامكم على الشاشة قال إنه فعلاً كان في ناس مهووسة في حب مارادونا وبدها فعلاً تنتزع قلبه من داخل قبره. وطبعاً هذا لم يحدث مش لأنه مش ممكن، ولكن لأنه الأطباء أصلاً أخرجوا قلب مارادونا من جسده علشان كان مهم جداً بالنسبة لهم في عملية التحقيق في ظروف وفاته. وبالمناسبة قلب مارادونا كان كبير كتير، برضو هذا اصطلاح معنوي، بس في حالة مارادونا فعلاً قلبه كبير يزن نصف كيلو، في حين قلب الشخص العادي وزنه 300 جرام فقط تقريباً يعني. والسبب إنه مارادونا رياضي، والسبب الأهم إنه كان يعاني من تضخم في القلب. اليوم ما أعتقد في صوت يعلو على صوت المباراة في السعودية والرياض خصوصاً. المباراة هي نهائي دور أبطال آسيا بين الهلال السعودي وبونهانغ الكوري. مجالس السعوديين ومنصات التواصل بينهم مليانة بالتفاعل حول المباراة بكل الأشكال. كثير من الهاشتاجات اللي تصدرت اليوم بتحكي عن المباراة، ومنها هاشتاج بعنوان معا خلف ممثلنا الوطني، لكن ما أعتقد أنه هذا رأي أغلب مشجعي نادي النصر رغم انتمائهم الوطني طبعا، خصوصا أنه لا ننسى أنه النصر خرج من البطولة قبل أسابيع بعد هزيمته من الهلال. أيضاً في عدة هاشتاجات أخرى تصدرت مثل الآسيوية، ماركة، هلالية، سعودية، وهاشتاج كبير آسيا. ينضم إلينا من الرياض مراسل العربية نايف الثقيل. أهلا فيك نايف. أهلا سماح. كيف الأجواء يا نايف؟ أنا بتذكر قبل أسابيع لما كانت المباراة بين الهلال والنصر كانت الأجواء متوترة، كانت مشحونة، الجميع صامت، الجميع حابس أنفاسه. هل هي نفس الأجواء اليوم تتوقع؟ طبعا بالتأكيد، يعني لا هي نفس الأجواء، ولكن هناك أمر آخر واللي هو عدم وجود تذاكر تسمح للجماهير بالدخول. الإقبال أكبر من سعة الملعب، وكما تشاهدين خلفي الآن باقي تقريبا 45 دقيقة على انطلاق المباراة، ومعظم من تشاهدينهم خلفي الآن لا يملكون تذاكر، وهم على أمل أن يحضروا في المناطق المحيطة ويجدون تذاكر يتمكنوا من الدخول. طبعا يعني نعلم أنه التذاكر انتهت خلال ساعتين أو ثلاث ساعات من طرحها، وانتشرت أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة السوق السوداء وأيضا بعض المواقع. لذلك يعني تحركت الإدارة القانونية في نادي الهلال وقامت بحصر جميع أو معظم التذاكر التي طرحت للبيع في السوق السوداء، وقامت بإلغائها وعادت طرحها مجددا عبر الموقع الرسمي لتذاكر الهلال مساء أمس. سمع. طيب نايف، بتعتقد رح يكون في نصراويين عم بيشجعوا الفريق الكوري ولا كيف الوضع رح يكون؟ أنا قبل شوي شفت صراحة يعني للأمانة أكثر من مشجع من أكثر من نادي سعودي، يعني كانوا يرتدون القميص الهلالي والشال لون فريقهم، يعني شفت اتحاديين، شفت أهلاويين، شفت شبابيين. ترى أحيانا يعني يختفي هذا الشيء في المدرجات، أحيانا يكون فقط بس موجود في منصات التواصل، ولكن يعني في محيط الملعب راح تحصلين أغلب يعني السعوديين يدعمون الهلال، وأيضا حتى سماح من جنسيات عربية. أنا شاهدت
جنسيات قبل قليل من جنسيات أردنية وأيضا من جنسية سودانية، كلهم حضروا لدعم الهلال. الجميع على قلب رجل واحد. قديش حجم التفاؤل يا نايف؟ تفاؤلي أنا ولا تفاؤل الجمهور؟ تفاؤلك أنت، ما أنت جزء من المشاهدين والجمهور. تفاؤل الجمهور طبعا. والله إن شاء الله إن شاء الله أنه متفائلين بإذن الله أنه الهلال يعني يحقق اللقب ويسعد أكيد الهلاليين ويسعد العرب بشكل أنت عام. متفائل طيب؟ إيه إن شاء الله أنا متفائل أكيد. وإحنا كمان. احنا بنتوان طبعا نتمنى الحظ السعيد للهلال السعودي، وان شاء الله اليوم تكون المباراه يعني وشنا حلى عليك عن جد. ان شاء الله. شكرا بالتوفيق. شكرا لمشاركتك معنا نايف الثقيل من الرياض. أجمل وأفضل إشي في البوفيه إنه هو مفتوح، يعني الواحد بيقدر يأكل على راحته من غير ما لحد ما يسكر المطعم. لكن في الصين في قصة غريبة عجيبة طريفة، بطلها مدون شهير مشهور بفيديوهاته عن الأكل اللي بتجيب أصلاً آلاف المشاهدات. اللي صار معه إنه من الآخر تم منعه من دخول البوفيه المفتوح، والسبب والله يعني ممكن نعتبره تنمر. فالمطعم قال إنه بيأكل كتير، يعني بالعام هو فجعان. المدون المعروف باسم المعروف اسمه كانغ منع من دخول البوفيه بوفيه أحد المطاعم في مدينة تشانغشا الصينية. مش مهم اسم المدينة، المهم المطعم. المطعم اشتكى من إفراطه في تناول الطعام، ومثل ما شايفين فمشكلته مع المطعم كانت بسبب تناوله أكثر من نصف كيلو جرام من اللحم خلال زيارته الأولى فلسهم، وأربعة كيلو من الإريدس أو الروبيان في زيارته الثانية أو الزيارة الأخرى يعني. وهو ما اعتبره صاحب المطعم خسارة فادحة، يعني بالعربي خرب له بيته لصاحب المطعم. طيب كانغ شخص شره للأكل، وأصلا هذا تخصصه على ما يبدو، لأنه معروف بمقاطع الفيديو اللي تسمى مونغ بانغ اللي بيشارك فيها الأشخاص اللي بتخصصوا بتناول الطعام بكميات مهولة. لكن خبر منعه من دخول البوفيه أثار جدل على مواقع التواصل، وحصد أكثر من ربع مليون مشاهدة على منصة ويبو. بصراحة بعد ما سمعنا هالقصة أنا مش عارفة أقول لسيد كانغ بالهنا والشفاء، ولا أواسي صاحب المطعم وأقول له أنه أنت تورطت في زبون زي هيك ما بيشبع يعني بصراحة. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم. لمتابعة فيديوهات حلقة اليوم وأخبار أخرى وجهوا كاميرات هواتفكم إلى QR الظاهر أسفل كود الشاشة. أعود وألقاكم غدا، إلى اللقاء.